وفيديو جديد. جينا هنا المول، فاتحين مول جديد بمنطقه اسمها تواسن، من اكبر المولات في فانكوفر. اليوم شمس بس البرد خيالي. الين هذا حقيقي الدبلة مو حقيقي؟ ها ما حقيقي تقول الين ما حقيقي؟ الله ايش قد مؤدبين اطفالي، قد مؤدب اليوم. ها شنو هم ملك التمساح؟ هم ملتهين بالمناظر وبالحيوانات وانا ملتهي اكل. ابراهيم يراد ان من هذا القارب بالصيف المكان هذا كلش حلو، خاص بغراض الصيد والكامبينج والباربيكيو. هاي بنادق الصيد بانواعها. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. هاي اسعارهن من 3000 لحد 500 دولار. هاي سعرها 300 دولار، هاي 2500، 1700 حسب. هاي ب 1000 ب 1000 دولار، كلها نايكون وكانون. خلينا نشوف اسعارهن. 600 و700 و900 و800 300 كهم. ها من كنت انا صغير اتمنى اضرب بهيك سهم. هذا البولينج الصحيح، شد حتى الطابات مو راحه. هاي كلها سنارات وطعم. هاي السنارات الصحيحه، هاي السنارات سعرها 135 و120. شنو هاي جراده؟ ما ادري شنو هذا النوع. هذا محبوب الجماهير. شغله والاغنيه مات المفضل على مود على مود جيت. اللامبورغيني الصحيحه عبالي اشتريها اللامبورغيني، بس شنو عيبها تصرف بنزين؟ وراها فكرت بالفيراري، بس شنو قعدتها مو مريحه. هاي ماسه مو تعناندو. ابراهيم جاع بعد ما يتحمل يقول بابا لا تصور اريد اكل. ضربنا العشاء انا وماسه والعائله، شربنا شاي. هاي البرد الزين، لحق يا ولد. من باب رد الجميل للحكومه الكنديه، لان انا كنت لاجئ بتركيا واجيت الكندا بنظام اللجوء، فانطوني شغلات ودي ينطوها لكل اللاجئين لازم واحد يذكرها. اول ما وصلنا للمطار لقينا المترجمين واقفين ينتظرونا وما تركونا الا خلصوا جميع المعاملات، وراها جابونا وجبه طعام، وراها اجانا موظف من وزاره الهجره الكنديه خلصنا جميع المعاملات مالتنا، وبعدين انطانا ورقه اسمها اللاندنج بيبر اللي هي ورقه الاقامه. ورا ما خلصنا المعاملات اخذونا بسيارات باصات وتاكسيات حسب العوائل، وودونا المكان اسمه ويلكم هاوس واللي هو مثل الفندق او شقق سكنيه. هسه حراويكم هذا المكان. هياته هذا المكان اللي اول ما تصلون حتسكنون به لمده اسبوعين لحد ما يلقوا لكم شقه
طبعا هذا المكان شامل الكهرباء والتدفئه، ما تدفع كل شيء. طبعا جيت مسافه كلش بعيده من البيت بس حتى اراويكم صوره هذا المبنى. احلى شيء بكندا هو اول ما توصل للمطار يعطوك الاقامه، يعني مو مثل امريكا سنه ونص يلا تجيك. ورا كم يوم انت بالولكم هاوس حيجيبوا لك طبيب عام وطبيب نفسي هذا لكل المقيمين بهذا المكان. وراها بكم يوم حيسوي لكم لقاحات طبعا مجانيه، وحتى ورا كم سنه اغلب اللقاحات هي اصلا مجانيه. يعطوك يوميه راتب بسيط تقريبا 10 دولارات على كل فرد من افراد العائله لحد ما تنتقل من الولكم هاوس للشقه الجديده. ويعطوك ورقه مال مسبح تروح بيها، اكو مسبح قريب على الولكم هاوس. يعني انا بالنسبه لي اعطوني ورقه مال مسبح تقدر تزوره يمكن مره او مرتين، ما اعرف والله ما اتذكر، بس اعطونا ورقه مال مسبح لك حق تروح تفوت بيها مجاني. وراها قابلنا موظفين خاصين بداخل المبنى، ذولا شغلتهم بس يبحثوننا عن شقه. وراها انطونا فلوس مال تاكسي اللي تنقلنا من المبنى القديم للمبنى الجديد. هنا نظام ايجار الشقق بكندا لازم تنطي تامينات 50% من قيمه الايجار، يعني مثلا اذا ايجار الشقه كان 1000 دولار لازم تنطي 500 دولار هاي تبقى يم ابو الشقه. فبهاي الحاله تروح للحكومه الكنديه حينطوك 50% من قيمه الايجار اللي هو 500 دولار بس حينطوك اياها قرض. ورا ما تحولنا بالبيت الجديد الحكومة الكندية دزت لنا أثاث جديد للبيت. حينطوكم ملابس شتوية لكل فرد من أفراد العائلة، وإذا جيت بالصيف حينطوك القيمة مال هاي الملابس. جيت هنا على مكان مسوين مهرجان مال الأضواء، وهذا التكت وياي خل أراويكم هذا المهرجان. شد 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 أبو النظيف يا أخي، أحب الموسيقى مو بيدي. هاولك اجيب لك بطانية تريد؟ اي هاي الاغاني الحلوة من صدق. جماعة اللي يسبحون بالماء البارد وينكم؟ يلا تعالوا اذا انت صدق. اكو واحد يسوي مهرجان بالمطار، ايش قد ما خابي. نرجع نكمل امتيازات اللجوء بكندا، بس وين وصلنا؟ طونا بوقتها مال النقل والمواصلات، وطونا مال الهاتف، وطونا مال بدء المدارس مال الاطفال. اول ما حتفوتون الكندا ومن اول يوم حينحسب لكم راتب شهري لمده سنه تقريبا للعائله الوحده من 1300 الى 1700 حسب افراد العائله. ورا السنه الاولى اذا ما لقيتوا شغل وبعدكم تدرسون لغه لكم حق تقدمون على معونه من الحكومه، يعطوكم بالشهر من 1000 دولار الى 1200 دولار لحد ما تلقون شغل. ينطون لأطفالك راتب شهري لحد ما يصير عمره 18 سنة، والراتب مقداره 460 دولار، وإذا أقل من 6 سنوات يعطوه 100 دولار إضافية. بالسنة الأولى إذا كان إيجارك أكثر من 700 دولار حينطوك 100 دولار إضافية. الحضانة مال الأطفال مجانية، المدارس مال الأطفال مجانية، المعهد مال اللغة اللي تدرس به مجاني، الهاي سكول الإعدادية مجانية بس الكلية مو مجانية، الصحة والطبيب العام مجاني. من الشغلات اللي حيسوك ياها الحكومة الكندية حيفتحوا لك حساب بالبنك إلك وزوجتك حتى يدزوا لك الراتب الشهري عليه. وإذا تريد تفتح حساب لأطفالك حتى تجمع به فلوس للجامعة مالته بعدين، الحكومة الكندية تعطيك بقد ما أنت تخلي، هاي هدية لأطفالك.